كونيتشو مينا سانو ميوزيكو سيم باي نرحب بكم في عشيرة أوزر. طبعا نعتذر على السحب في القناة لكن الدراسة تطول الوقت، وطبعا اليوم لدينا لعبة ناروتو الجديدة ناروتو توبوروتو ستورم كونكشنز. طبعا عملنا تصويت في القناة وحددنا أننا سوف نعمل سلسلة تختيم القصة الخاصة بهذه اللعبة، وطبعا هذا أول فيديو فأعتذر إذا كنت أتحدث ببعض اللهجة خاصتي فسوف أترجمها بالفصحى في هذا الفيديو. طبعا خلونا نبدأ في هذه اللعبة الرهيبة. طبعا تاريخ وهي أنت سألها سلسلة ناروتو شيبودن وناروتو طبعا يعطيك القتالات الأساسية في السلسلة طبعا، وليس مثل ناروتو ستورم 1 أو 2 3 أو 4 لكن يعطيك الملخص، ومع ذلك فهو جدا رهيب. القصة مميزة طبعا، هنا سوف نلعب القصة الخاصة باللعب. هنا معركة حرة طبيعية كالعادة، وهنا الأونلاين معركة عبر الإنترنت والمجموعة العناصر التي جمعها. طبعا دعونا نبدأ، وأتمنى الاشتراك في القناة وأمازون لنستمر في سلسلة ألعاب ناروتو. طبعا خلونا ندخل على القصة الأساسية ونبدأ في الفيديو المميز لهذه النوبة الأسطورية. قصة والرسومات الأصلية ماساشي كيشيموتو. كاز تعطش العالم للنزاع. عيد الذي نعرف فيه من عقد الحياة هو حينما نقاتل وقلوبنا مجروحة وتنزف. إعداد سايبر طبعا الاستوديو أصب اللعبة. العالم الحالي مبني على الأفكار المثيرة للشفقة للروابط والصلاة. كل شيء حول الذكريات التي تشكلت كانت مزورة حتى الآن، ما يعني أن العالم مبني على ذكريات. لكن ماذا سيحدث للعالم إذا اختفت تلك الأشياء؟ إنتاج باندي ناميكو طبعا استوديو. العدو الرئيسي هلك بين الذي قاد غاية المطر المخفية قبل أن يحقق حلمه ورست على إرادته وإدراكه أن الحكم للأقوى. طبعا الشخصية الأساسية أو العدو الأساسي اتخذ فلسفة بين في جلب السلام. يجب أن نسخ الأمم الخمسة وندمر الجماعات الخمسة وكل من حوله. توق كل ما هو عظيم. طبعا هو شخصية هاجمار. سنان فصل التمهيدي الصراع الأقوى. طبعا من الواضح أن في حرب تحدث هنا. طبعا البنفسجي والبرتقالي فأكيد ناروتو وساسكي ميبي. أوكي ما رجع ناروتو وساسكي. أوكي أماتيروس شيء ساسكي أصل شعوره كان أماتيروس. أماتيروس مع رأس الشوركن مفروض رأس الشوركن تاكما وهيك، لكن لا بأس. ناروتو ساسكي الذي يدعم الكاغي ساسكي أوتشيا وان أوكاغي السبع ناروتو أوزوماكي. بس هالعب لا ناروتو يواجه ساسكي رينيغان تبديل. اوكي
هذان يبدو أن ناروتو مسيطر عليه من قبل شخص ما وتبدأ هنا. أوكي طبعا من فترة لم ألعب حتى ناروتو ستون فور، لكن لا بأس كمان من وجود ستيم من الصحة. قبل 11 مجموعة ناروتو ساسكو تشيان بوروت قضاء العدو باستخدام النينجا تصو التي هي أوكي Let's go man. طبعا الشكل اوكي ثلاث دائرة تشدوري ياما رسمها كاسبب معنين الشكرة السنجل طبعا بحالة واجهة المكان السابع من الطبيعي لن يكون سهلا. اوكي طبعا كما تلاحظون الهالة هو الشكرة التي على ناروتو أنا يدو أنا مسيطر عكس المرة الماضية. أوكي كم ممتاز من قبل طبعا لا 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 هل تصل؟ طبعا وصلت لك مثلا مربع الجثة الثانية. أوكي مش عارف انت اوكاكي السابع والتغرب مش صار مات اوكي نتائج المارك طبعا وضع الكيوبي ده طبعا مثل اللحظة خاصة بالفيلم أو الأنمي بصفة عامة، لكن نرى هل سأواجه الكيوبي؟ أوكي نرى هل كمان موجود ستيم من الصحة أداء هجوم لنيتسو ثلاث مرات قم بإحدى عشر مجموعة من الضربات. أوكي هذا فكرة مطابع أريد أتوفك طبعا الآن كيف يمكن الأمر الكيوكي ضرب الكيو بتدس حسنا لا بس ولا لا 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 كورما ايه طبعا هاني بحاول الغرب صرخة كيوي طبعا لا تنفع كده اوكي غربه كورم ايضا فعلا هو المفروض منطقيا ان شكل كيوي المفروض يكون اكبر من هيك لكن معذورة لأن علابة ليس لدي حاليا الصرخة الكيوبي اوكي سر ماذا ستفعل كاكي بونشي اوكي أنا تبرع لغاية أسنة ويجو دوا يجب أي ضربة ليامنا لو دمر هذا حرب فيه دم ويدو فايدة طبعا أكيد حيكون ميت حاليا ماركة إيه أوكي طبعا قلنا هاسنان لنرى ماذا سيحدث الآن هل المكان وادي النهاية؟ لا أعتقد ناروتو طبعا من الواضح على ناروتو مسيطر عليه قصة فن بالرسم من شركة ماتيوس واضح جدا شيدوري سنجا شدري اوكي
أتمنى لا تتدمر وتنقض هدية يعني والله أيوة. ذوق العالم الوهمي ومساره العابر. كيف حدث هذا؟ أوكي، القتال اللي حاليا عرضه ساسكي، سنقول أنه في نهاية القصة بمعنى تايم سكيب أعتقد. أجل هذا القتال سيكون في النهاية. أسرد ماذا لدينا هنا؟ وبعد أخذ الحلقة الوجد أمر يرغب في لاحقا طبعا كالعادة. نقسم معرفة الحلقة إلى فئتين كما يتضح من الأيقونة المعروضة عندنا. أوكي، في وضع قصة مميز يمكنك إكمال مهام في المعركة لربك. طبعا غنونا أنا ساسكي وتشيا بوروتو عادي اللون، طبعا سكن كما فات الفصل مش شباب. أوكي، العودة إلى المنزل. تمام، طبعا زي ما أخبرتكم أن القتال الذي دار بين ناروتو وساسكي حاليا هو تايم سكيب لما سيحدث في قصة اللعبة. طبعا الفصل الأول أيام الشباب. ميتسكي بوروتو سارد وكونوما صنع من الطرق المخفية اكتملت المهمة. عدنا لمهاب القطط، لكن يبدو أنها شرحت. كذلك يا رب انتقائية يا ولمان كونوارو، هل يمكننا انتيالة؟ سلام، هذا كل شيء اليوم عام رائع يا رفاق. طبعا لاحظت أنا في اللعبة يوجد اختلافات في عن لعبة ناروتو الصور 4 و 3. طبعا أن المثلث مربع واليو إكس طبعا على جهاز الإكس بوكس، المثلث مربع كانت شركة مدعومة، لكن حاليا وضعوا جيتسو ثاني بدل الشركة. طبعا هذه أرى أن الميزة أفضل، ولكن مع ذلك التقنية السرية تم إلغاؤها. التقنية السرية التي كانت في صور 4 تعمل عن طريق المارشة أو لوحة التحكم أمام ثم تضع الدائرة فيعمل لك جوتسو آخر، لكن حاليا وضعوها كأسهم التي هي مثلث مربع. أرى هذا ممتاز نوعا ما، لأن سيجعلك أنك تفعلها بشكل أسرع ومضمون أيضا. طبعا مخزون الشاكرا يمتلئ تدريجيا، وهذا جيد نوعا ما، مفيد لي وضعه مفيد لخصمي، لذلك سيكون هناك منافسة. فلن تأخذ وقتا طويلا في شحن الشاكرا، لأن الشاكرا سوف تشحن تلقائيا. فندخل عالم الأبطال النينجا. عالم في مواري今はしてないけど、5代目ホカゲ様からもらったものを首に下げてた時期があったはずよ。オッケー、あのクイラーだ、カッサーベツソラディ。その時のレプリカってわけか。つうか、今時のゲーム会社はそんなことまで調べてんのか。ゲーム、カッサー、トバホワラ、なんだ?あれが、シャリケタラ?兄ちゃんが手に入れてやるよ。 本当？あう、任せとけ。ってわけで、母ちゃん、暇のために新しいゲームを買ってもいいかな。それって、あなたがやりたいだけじゃないの？違うって、暇のためだよ。ってことがあってさ。
طبعا بوروتو يريد اللعب اللعبة من أجل الحصول على القلادة. أما هيماواري تريد القلادة. سارد مسكونة. طبعا يبدو أن عالم مفتوح أو شبه مفتوح كعادة. هو بالطبع عليك تيمس أنا بسيط في المدرسة. طور أسلوب التحكم العادي والبسيط. العادي هو الذي معتدين فيه، لكن البسيط ساعد بمثلا أن مثلث إكس تذهب للعدو ثم تضرب بالدائرة، ولكن في المساعدة تعمل مثلث دائرة فيذهب تلقائيا للعدو من دون أن تفعل المثلث إكس. بوروتو مدمن على الألعاب لمن شاهد الأنمي. كان يبدو أن قصة بوروتو يلعب بالVR. هل تتمحور اللعبة عن قصة في لعبة يلعبها بوروتو؟ هذا سيناريو القصة. طبعا قصة مؤلفة وليس لها علاقة بالانمي بتاتا، ولكن القصة مشابهة تقريبا لدراغون بول اكس في. الشخصية تذهب في عالم لعبة ليخوض عالم اللعبة داخل اللعبة. يعني نحن سوف نلعب ببوروتو الذي بوروتو سوف يلعب بلعبة داخل اللعبة. اوكي في ار هكذا. أجل فكرة اللعبة جدا رهيبة. هكذا سيفعل لك قصة ولكن كلعبة ممتاز. بوروتو يلعب بشخصية بوروتو داخل اللعبة. أجل أو مثير. سنن バトルはどこでできるんだろう。へえ。パパ、ナナシ。あ、シェジディ、クリーバー。ナナシ。新しいイベントは始まってないのか?パパ、ブレ、ワザ、アナ、アナ、アナ、クル、シャクス。やってねえのか?スタッフ、シェラ、ベア、ベ、ダフラ、ナ。クリーブにもやりに行こうぜ。クリーブのは、バー、ナキ。やっとみんな、アンダラ、モリアニ、モサル。このゲームの名びキャラってやつかな? シャシエットナナシヘア、アンデリル・アッタリーミフィンラ。こんにちは。私はナナシ。イベントのナビゲーションを行っています。現在、新しいイベントは行われていません。ああ、それはいいからさ。初心者は何をすればいいか教えてくれね。初心者の方は説明書の13ページを読んでプレイしてください。 説明書読むのめんどくせえからここで教えてくれる。初心者の方は説明書の13ページを読んでプレイしてください。いや、だからちょろっと教えてくれるだけでいいんだって。初心者の方は。なんで教えてくれねえんだってばさ。知ってんだろ?その13ページの内容をさ。オッケー。なんてセス。 私はイベントのナビをしてるだけなの。わかる?初心者の相手は私が。お前、なんか態度が。あんただけじゃないわ。今のは発表ブロフ。人に聞く前に まず 自分で調べるって何わけ?人に聞く前にまず自分で調べるしかないわけ。初心者だろうが何だろうが関係ないし。ただ、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 ただ
لكم نساء قد معروفة خاصة لك وسأرشدك فيها لحال. طبعا قرية كورونا يعني كل شيء مفروض يكون واضح، لكن يلا خلي هذا التالي بالطبع.
ممتاز. هابط اندفاع شكرا تقايلة تشريف وكيف من آخر شيء. ما الذي حدث لك؟ هذا الأذك غادرت بسرعة. كنت قلت أنه كثير من المهمات المختلفة ورني ذلك تولى أي مهمة تثير اهتمامك على أي حال تولى أمورك بنفسك. لقد ذكرت هذا أمرا من قبل ولكنني مبتدئ. إذن هل لديك أي معارك من أجل المبتدئين؟ قال يعني ذلك أنك تعرف كثيرا عن نظام اللعبة ذاك. طبعا بوروتو خش اللعبة يريد فقط المعارك. بين حقا استمتع بهذه اللعبة. مرة ذلك في زعاجي إن لفت لذلك سأجهز معركة من أجلي كمعروف. كيف؟ طبعا في الشخصية هل سألك بناروتو في كيمبلي أو بوت؟ أوه أوكي ألعب بشخصيتك المفضلة. لما توقع هذا يعني ولكن إدارة الشخصية طبعا هنا خارت الشخصيات. يوجد طبعا شخصيات شديدة كعندر وشورا سالان طبعا يتشل ودنسير من الوضع أن تم الغرار ويمكنك تبديل به بهذا العالم حاليا. داير باريوم بوت اوكي ساسكي دعامل كاغي كاشين كوجي طبعا دلتا بورو جيجين وموشكي وكينشكي. حسنا سأختار اوكي سأختار ناروتو وزواكي طور الباري دين اوكي طبعا عليه تحول طور الباري حركة جدا خطيرة. استوت أكمل ما وجدت كم ساعة باقية. قضاء على العدو باستخدام الأسلوب السري. الأسلوب السري؟ أوكي الأسلوب السري. هل يقصد الضربة القاضية؟ العالم لكن حاليا يورا كاكاشي هاتك استعد عشان استعد سلة مربعة. لا تهرب يا كاش. قام ايه سلة دائم الضربة السريعة من المؤكد أنها ضربة قاضية الأخيرة. طبعا الكرة وأنا نابس من فوق. سينجن أجل الأسلوب السري هي الضربة القاضية. اوكي دايم ايه سبب تيتو الآن شارك هذا القتال عبارة عن إرشاد يعني ليس إرشاد الجيم بلاي. طبعا هل القتالات مفروض يعني طول قصة أني ألعب بشخصية تتمحور على تسلسل لكن هل في كل قتال سوف أختار الشخصية التي أريدها؟ أرى هذا غريبا نوعا ما. أو ربما يكون هذه فقط البداية ولكن سنستمر في تختيم اللعبة بالطبع.
اوكي بوروتو اللي هو مغمى عليه. لا أعلم، ولكن أعتقد أن سوف يحدث شيء رهيب جدا في اللعبة. أو هيك توجيه النعش. طبعا الأشياء التي حصلنا عليها من سكنات هيك. الحلقة التي بعدها マクタブの5ヶ月手癖の足取りはまだつかめてねえか。ああ、今も調査を進めてるんだがな。私の研究所から盗みを働く者が出たこと重ね重ね申し訳ございません。あんただけのせいじゃねえ。俺らの監視も甘かったんだ。しかしあれだけの盗みをしといて未だに口をつかませねえとはな。 あれ、この辺りすげえってばよ。ラーラム、破壊兵ボルトを用の確認を作っていたのでしょう。非常に腕の良いスタッフでしたから、惜しむべきはその腕の振るい方が間違っていると最後まで気づかせてやれなかったことです。平和のために彼の能力を用いることができていたら。でだ。 その手癖が里を抜ける際に盗み出したのは科学忍の設計データだと覚えてるよな。だが昨日になって新たにもう一つ盗み出されたものがあると分かった。どういうことだってばよ。書物保管庫から一巻戦国封印室巻物が盗まれていたんだ。封印室というと、端的に言うと戦国封印された人物について まとめられたものだ。それは間違いない。追跡調査は継続だ。科学人具が盗まれたのは現在だ。それより盗まれた巻物がやべ。幸いにも巻物の写しはこちらに残っている。それを使って تم احتجازه المجرم سرق. سنعتقد أن الحوارات جدا كثيرة نوعا ما، كأنك تشاهد أنمي جديد. أنمي بوروتو ذلك يجب أن أفهم القصة الحلفيرة. عفوا بوروتو شراناي نينجا هيرو زد جيم أو اسم اللعبة أبطال النينجا. كما الوضع أن شيكاداي وهينوجين يلعبون اللعبة من قبل، مستغرب أن باروتو لم يعرف اللعبة إلى الآن. يعني مفروض يكون أول شخص يعرف اللعبة، كونه دائما على اطلاع بأخبار الألعاب خاصة في الأنمي. لكن يلا دخل على اللعبة. أمر غريب جدا، أنا ألعب بوروتو الذي سوف يلعب داخل لعبة شخصية. أوكي، فكرة جدا خطيرة. سلام ناروتو أوزوماكي، نعلم كيف يبدو شيكاداي والآخرون. طبعا الذي يدخل لعبة تكون له شخصية اختار. シカダイたちがどんな格好なのか知らねえな。シカダネ。おい、シカダイ、いるか。お前、大きな声で俺のリア。シカダイ、ギャラ。まあまあ。
وين جين دي دارا؟ لكن لماذا أخذ بوروتو ناروتو؟ أو يمكن الجميع سوف يكون ناروتو ومع التطور في الليفل داخل اللعبة كانوا كتغيير شخصية، لأن كما لاحظنا أن بوروتو في البداية استغرب من كونه ناروتو، فهذا يعني أن الشخصية الأولى لك داخل اللعبة ستكون ناروتو قريبا، ومن ثم أثناء اللعب يمكنك تحرير شخصيات هيك، ومن هذا ستاج سريع لما حفظته. أنا لو بوروتو اختار شخصية فطبيعي سوف يختار ساسكي. بات تهاجر في كل قتال يجب عليه اختار شخصية. حسنا هو ميزة ولكن عيب ولكن لا عذر قوي، لأن تحديدا بوروتو يلعب باللعبة فطبيعي أن يكون بوروتو هو الذي يختار من سيلعب به، وهو الذي سأكون أنا من سوف يختار. حسنا بس طبعا يمكنني اختيار جارا، وأنا أؤكد لا يمكن اختيار ديدر. أجل ديدر لأن الذي ضدي أو رينوجي وشكلاي مختارين للشخصية. سلام لنغير بعض الشيء لنجرب شخصيات الجديدة. أشورة أوكي لنجرب أشورة. طبعا الاثنين ضد واحد، الوضع الاثنين ضد واحد. سلام هل سيكون مساعد أو سوف يأتون اثنان في نفس الوقت؟ زوزة لا يمكن تغيير القائد كما الموجود استرساق على العدو استخدام سلو السر المرتبط. أوكي ثلاثي نعم أنا أشرة ومعي مساعدين الذي هم جارة وديدر. كيف حفظت صحيح؟ أجل معي جارة وديدر ضد زوزة وماركو. يتحاربون معي أنا لما أسألها إضافة جدا جميلة وواقعية. سلام طبعا بثلاث مربع الرسم قالوا حصل مثلث دائرة العصارة هذه أول مرة أشوفها، لكن أشعر تحديدا هو مختص بأسلوب الرياح طبعا، لأن أول تقنية لا تقريبا فعلها هي أسلوب الرياح في حفر البئر في الأرض. سلام لكن الأسلوب السري المرتبط هي ضربة قاضية، لكن منطقيا اوكي أنا متعود على مثلث دائرة كونها تجس بعيد المدى. هل ستعود مثلث دائرة أو لا؟ حسن من الواضح أنها لن تعود، لذلك لنرجع على دابل. こうしてゲームの世界で絡むのもいいな。サラン。ああ、なんつうか非日常感あって面白いよな。そういえば、ボルトはなんでこのゲームを始めたの？やっぱり流行り出したから。ほら、ゾーブザの父ちゃんが取り掛かりが手に入るキャンペーンやってんだろ。
ってあれを暇のやつが欲しがってさ。ああ、CM でやってるあれか。でも、それについては未だに情報出てないんだよね。だからだから後日発表するとかで。マジかよ。それ目的でゲームを始めた俺はどうすりゃいいんだってばさ。لكن الله يبر أكثر من الضعف مقارنة بالعدد الذي بدأنا به. بكرة نهجمة كوروني كرابتارا بايكا سوري جودا. ناناشي. ناناشي. سمعتنا ليس هناك أي مروان بشأن حملة العقد. متى أنت؟ كوبي كازاري نو كامبين نيتسويتي. سام ماذا يجب أن أفضل بلابا لأي أسجا حسب تسوناتي. طبعا ليست الأصلية لكن مثل نيوات. 知らないわよ。私はイベントのナビをやってるだけで、キャンペーンの案内をしてるわけじゃないし。それじゃあ、情報が更新されるまで待っとくしかねえのかよ。まあ、そういうことね。それじゃ、話は終わりってことで。ちょっと待った。何よ。キャンペーンのことなら、しつこく聞かれてもわからないわよ。いやそれはそれとしてさ、今後はどうだろうがやまさっきの俺の活躍見てくれたか。はい、攻撃の畳みかけすごかっただろ。回避行動もバッチリできてたと思うんだよな。いや見てないし、っていうか見てるわけないし。んだよ、せっかく大活躍したってのに。サブなんでナビキャラクターと親しげなんだよ。それ以前に僕らが話しかけた時の反応と違くない？あれ、コンピューターで制御してるんでしょ？相手に応じて態度を変えてるってのか？すげえ技術を取り入れてんだな。もしくは裏で誰かが操ってたりして。まあ確かに。やっぱ知ってるやつと一緒にゲームやんのは楽しいな。今度は三月たちも。あれお前。ゲームやりすぎたかな。さあ。母ちゃん、ご飯。KB。هل يمكننا الإعادة؟ هل يمكننا الإعادة؟ هل يمكننا الإعادة؟ هل يمكننا الإعادة؟ شل يا نبي لا تعجبني الصراحة. قالت لنا الحلقة التي بعدها من الغلط. لا بأس لنلعب.今日は遠征任務だったかしら。うん、遠征つっても日帰りできる距離だけどね。気をつけて行ってくるのよ。行ってらっしゃい。行ってくるってばさ。よし、集まったな。これより第7班は調査任務に入る。場所は火の国北西部大森林の一角だ。なぜそんなところに？報告書によると森林の一部に異常が見られたらしい。異常？報告書には土砂災害と書いてあったが、俺たちの任務は現場の確認と原因を調査することだ。さすがに戦闘の危険性はないだろうが、気を抜かずに。هل سألعب ببورتو الآن أم ماذا أو لما تتمعور على الVR أم ماذا؟ أوكي.ومختاربة. طبعا هذا العالم الواقعي خاص بورتو. ناندا يو كوري. هل الفي ار عبارة عن قصة جانبية والقصة العائقية في عالم بورتو الأساسي أم ماذا؟ سنكتشف طبعا هذا الأمر ما تقدم فيه.俺とサラダはそっちに向かって情報収集をする。あの辺ボルトとミツキはこの周辺を探索して原因につながるものがないか調べて。了解。
من الباكر أنا الذي سرق البيانات. طبعا ميتسكي سوتشي وا دو دا شوكاك ناشي كا いろいろと手を尽くしてみたんだけどね。じゃあ俺らで分かったのは、これが人為的なものだってことくらいか。だね。明らかに森の一部分だけが破壊されている。自然災害じゃこうはならないよね。一体誰が？お待たせ。お、どうだったよ。うん、いろいろ聞けたよ。 異変が起こったのは3日前の深夜。森の奥から衝撃音が響き渡り、その振動が集落にまで届いたって話だ。で、次の日に現場に来てみると、ご覧の有様だった。つまり住人の人たちも何が原因なのかは。多分、ボルト・ハリーやオエルミ・ウォルトンズが分かっ。それなんだけど、じゃあ、森の合間から光る巨人？ それ聞くと、スラブ・ボルト。すさろ。巨人のことは、僕たちの調査でも。なるほど。じゃあ、あとは、誰が何の目的でやったのか。ひとまず里に戻って報告だ。これ以上の調査は、俺たちよりもせん。 أنا ظننت أن العدو الأساسي سيكون داخل لعبة الـ VR ولكن هو خارج اللعبة أم ماذا؟ جينيتكينا حكايكا يوري شوصينا تشوصة が必要かと آه 専門の調査隊を向かわせる この件は徹底的に調べておいた方が良さそうだ父ちゃん、光る巨人ってなんか見当つかねえのか？ 例えばサスケさんのやつとか。サスケがあの辺で戦ったって話は、そんな報告は聞いてねえな。ってことだ。つまり今の。そっか。まあ、これから詳しく調べて、何か動きがあったらとにかくご苦労だったな。はい。 何事だってばよ。 カメラ تجسس. اوكي. ははん。あそこを調べたわけですか。まあ、ただのテストに使っただけだし。調べたところで無駄ですよ。 طبعا انتهينا من الفصل الأول. كلكم الآن تشغيل حلقة جديدة مواضيع مختلفة. طبعا الفصل الأول انتهينا منه. حسنا لننتهي من الفصل الأول. لا بعد هذا فقط حسنا لنعود. يجب أن يعني نلعب ضربة قوية. سألني نختار هذه المرة. نختار إندرا. ووتسكي إندرا. يجب علينا أن نلعب الضربة القاضية الأخيرة. زابوزا. لا نتعاون معك هذه المرة يا زابوزا. سوسانودا. اوكي يا ماتيروس. يوسف العربي. اطلب المساعد.
تقنية كاكاشي. غلطت حاليا ما كان لي نار. أمات يا أستا. كم ترى أنا مرحى. فعلا أوكي صار. بيرفكت صار مع أسهم إن دارا. حالا أداك مستوى الأداء. خبر. لم يموت؟ ليه؟ لم يموت؟ والله نكب الشرف ببالي هذا. لم يموت؟ أنت حقا منازع يا زابوزا. إيه، فرلس. مثلا، كم دون أقل شخصية تلعب على مستوى. وصل إلى بأس به حاليا. طبعا انتهينا من الفصل الاول والفصل الثاني. طبعا الى هنا سوف نختم هذا الفيديو معكم. طبعا اتمنى ان تتابعونا بلايك واشتراك في القناة. وطبعا هذا الفصل الاول او الفيديو الاول خاص بالسلسلة. وسوف نكمل اللعب بسلسلة بوروتو كونكشن. طبعا الى هنا وصلنا معكم الى نهاية الفيديو. اذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وعمل لايك وتعليق حلو يحفزنا نكمل. وانتظرونا في الفيديو القادم في تكملة القصة وسيلارا منا. この忍びごては、しかも他人の術まで再現できる。聞こえ！インチキャラ！チートで優勝狙え！この俺の強打！お前は忍者執行だ。